واه، يعني عيال التنين يطلعوا جنه من غير ما يشاوروا؟ كلامه الفارغ ده يا سيدي. ما دام الشيخ همام في المشوار ما تقلقش يا راجل. يا باند، اقول لك عيال التنين تقول لي ما تقلقش؟ امال اقلق على مين؟ عليك انت؟ يعني ما تقلقش عليا يا سيدي؟ لو موت ما تزعلش على جامع؟ ما تموت ولا تغور في 60 حرديفه، نفعني بيه انت، عاجز وهيخدم عاجز وقاعد في وشي كده زي غراب الباي. الله يسامحك يا سيدي. الله ياخدك يا جامع. والله تزعل لو خدني. انت عاوز تزعلني بالعافيه من المركوب؟ طب اقوم دلوقتي اموتك عشان تعرف اني ما ازعلش عليك. على كيفك يا سيدي، قوم. هتعيرني عشان عارف اني ما قادرش اقوم. طب هات راسك اقطعها. راسي اهي يا سيدي. يقرا يا بارد. طب همام وراه مصالح، ياخد معاه سلم ليه. الغايب حجته معاه. عارف ان حجته مش مع حرق ابوك. سيدي، انت هتحب سيدي همام اكتر ولا سيدي سلام؟ ده على اساس انك من بقيت اهل اللي جابوني هتسال، صح؟ لا يا سيدي، على اساس اني خدامك وحبيبك. حبك كلب من غير ديل. هو الزمان خلى بوزي بقى في بوزك. اقول لك سلام ولدي اللي ما احبش افارقه ابدا، ارتاح معاه. لكن همام انا بقيت عمري يدي ورجلي، كان ربنا خد عقل سلام اداه لهمام فبيجي بعقلين. همام داهيه زي ابوه، لكن سلام ربنا اداله في قلبه شايلنا كلنا. فهمت يا جاموس؟ فهمت يا سيدي. فليني يا ابن المركوب. قال فهمتي يا سيدي. فهمت كيف؟ ده انت بلاص. هو مسجد سيدي عبد الرحيم قد ايه يا مولانا؟ قراطين. يبقوا 5 قراريط باذن الله. شوفوا اللازم ونعملوه. الزيارة الجاية ان شاء الله يبقى كل حاجة على احسن حال. وانا اول ما اروح اشيع لك اللازم. ربنا يوسع علينا وعليك يا ابو درويش. تعال هنا يا درويش، سلم. بسم الله ما شاء الله. درويش ولدي. بسم الله ما شاء الله. سلام يا شيخ سلام. والله حاسس اني مرتاح قوي. ما انت كده غسلت روحك وتروح طاهر رايق نظيف. مفيش انظف من كده يا ولد ابوي. هتبص على ايه؟ الركايب اللي اتسرقت الشيخ سلام. يعني ايه؟ مفيش ركايب؟ تبقى كملة، لا ركايب ولا ذهب. انت كمان ما معكش ذهب؟ واعمل بيها ايه؟ من متى عشرها؟ وبعدين انا معاك، عاوزها ليه؟ ولما ما معكش ذهب سايبنا قد الراجل كل اللي معايا ليه؟ وانا مال؟ انت طلعت له براحتك. وبعدين انا جعان. وقت الجوع دلوقتي. خلينا نشوفوا اي صرفه تروحنا. وقف اي حد يشحتنا ركوبه واكل. وعايزنا نشحته كمان. اقول لك جعان. نادي الوقعه السوداء جاي. بيوت ولد عمك ما فيش اكتر منها. على ما افتكر في 3 بيوت جنب بعض. صح يا شيخ سلام. تعال. جعان. محدش بيرد. ايوه مين؟ الشيخ سلمان الهواني موجود؟ مفيش حد جوه. طب حد من عياله؟ مفيش حد. قلت لك طلعوا كلهم يعزوا في الصوامه ورجعنا بعد 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا كنت مت من الجوع. سلام هو مسك. خلاص هموت من الجوع والعطش يا همام. اصبر شويه يا سلام. جعان قلت لك. اوقف دلوقتي وقول لأي حد إنك همام الهوار. 1000 نفر هيوكلنا. كيف يعني؟ أقول للناس أنا همام وأشحت؟ ينفع كده؟ جعان أقول. حاضر. ربنا كريم. تعال. بص.
يلعب هذه بأي حاجة أي حاجة. خد تعال تعال عباية صوف غالية تاخدها بكام يا جدع انت؟ دي ما تسواش ولا ثلاثة فضة. انت راجل ضلال اقل من 4000. طب خد دي 3 ترغف امسك وادي حتة جبنة كمان يعني 4 فضة. خد يا همام خربنا كتير. بعتها بدول يا شيخ حرام عليك. انت مش قلت لي بأي حاجة؟ كل مهم كل. جعان تاني يا سلام. اصبر شوية. جوع تعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ وقف اي حد وقول له انت مين وخلصني. والله لو انا هموت معقول كده؟ عيب كده مصحش يا عم الشيخ. عم الشيخ ايه؟ عاوز ايه؟ دي الوكيل. احنا غرب مش من هنا. اهلا وسهلا يا اخوي. كلنا غرب على باب الله. انت ما فهمش. انا شيخ العرب حمام والد الشيخ يوسف احمد الهواري والد الشيخ. انت هتحكي لي تاريخ شجرة اللي خلفوك؟ روح شوف لك حيطة قعد تحتها. قال همام. قال همام مين يا ابو عجل موزون اللي يقف في الطريق كده من غير عباية زي المساليب؟ ده خدامينه انضف منك. انا همام هقول لك. وانا الزناتي خليفة. واحدة من الاتنين، يا اما انت حرامي يا اما عجلك خفيف. لا لا هو همام صح. ايوه صح، ما دام انت شتوني يبقى هو همام. جرى ايه؟ واحد يفط من اليمين واحد يفط من الشمال. هقول لك ايه، روح اشرب لك بق ميه ولا دش راسك بدبشايه. خلاص مفيش وراكم غير المجلته، واحد حرامي والتاني عبيط غره. هتضحك.